بلا شك ان الصراع العربي الاسرائيلي وصل الى مراحل في غايه الصعوبه والتعقيد، وقد حضر الى المنطقه المحوص الامريكي جورج ميشيل، ولم يوفق في رحلته الى ان يكون هناك حدوث تقدم فعال ومؤثر في مسار السلام او تقريب وجهات النظر بين العرب واسرائيل، او ان يكون هناك سياسه اخرى اقل تشددا مما تتبعها الحكومه الاسرائيليه الحاليه بقياده رئيس الحكومه الحالي بنيامين نتنياهو، وان يكون هناك تنازلات لابد منها، وان العرب لديهم مطالب وحقوق مشروع دوليه وبقرارات أمم مجلس الأمن والأمم المتحدة واتفاقيات بين الجانبين عقدت كل ذلك، وهناك أيضا المبادرة العربية التي من الممكن أن تكون أيضا من أفضل العروض لإسرائيل، وأن يكون هناك إنهاء لهذا الصراع المستمر الأزلي التاريخي، وأن يوفق الطرفين في الوصول إلى حلول عادلة وشاملة ونهائية.